السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده أوضح حاجة بسيطة في الجافا سكريبت، حاجة اسمها التارجت. إيه هي التارجت؟ هوضحها بمثال عشان تبقى واضحة. هعمل مثلا 3 حاجات، هيدنج مثلا هقول عليه مثلا ويلكم تو ويب سايت، تمام. هعمل تاني حاجة مثلا سبام، هقول عليه ده تكست مثلا. بعد كده هعمل بطن، هقول مثلا جواه ده بطن مثلا. شوف انا عملت ايه. تمام تمام. عايز دلوقتي لما اجي ادوس على الهيدنج ده يقول لي ده هيدنج، بعد لما ادوس على البطن يقول لي ده بطن، ولما ادوس على التكست يقول لي ده سبام. طيب تمام. هعمل الباراجراف عشان اكتب جواه، يعني اقول له اي دي واستخدمه بالجافا سكريبت. ازاي؟ واحدة واحدة. هاجي اعمل هعمل هنا فانكشن هسميها my function مثلا. وبما اني هعمل ايفنت، يعني هعمل حاجة، فلازم انا ابعت لها البارامتر اللي هو الايفنت. طيب تمام. هعمل ايه بقى؟ عايز لما اجي ادوس على الويلكم يكتب لي في الباراجراف ده هيدنج 1، ولما ادوس على كلمة تكست يكتب لي في الباراجراف ده سبام، لما ندوس على كلمة بطن نفس الكلام. فأنا هقول هجيب الـ ID ده، فعن طريق الجافا سكريبت هقول ايه؟ document.getElementById اللي هو اسمه ديمو. هكتب جواه يبقى inner HTML. هكتب جواه ايه بقى؟ الـ event.التارجت.التاج name أو النود نيم. معنى ايه بقى السطر ده؟ الـ event اللي انت هتعمله دوت التارجت، هات التاج نيم، اسم التاج نيم اللي انت دوست عليها. تعال نسيف ونشوف، بس بعد ما سيفت لازم انده الفانكشن، فانده عليها لما ادوس اون كليك هنا. اون كليك هنا هنده الماي فانكشن بتاعتي، هبعتها كلها هنا. تمام تمام. واشوف انا عملت ايه. هدوس على ويلكم دي يكتب لي ايه؟ هيدنج 1. هدوس على البوتوم يكتب لي ده بوتوم. هدوس على التكست يكتب لي ده سبان. هدوس على البادي يقول لي ده بادي. تاني يبقى الايفنت دوت تارجت، يعني الايفنت اللي هو كليك، مش انا عملت الكون كليك، يبقى الايفنت اللي انت عملته كليك. هات التارجت بتاعه اللي هو التاج نيم، اسم الحاجه اللي انت دوست عليها، او نود نيم هي نفس الكلام. لما تيجي تدوس على نفس الكلام ويلكم يقول لي اتش 1، بطن يقول لي بطن، تكست يقول لي سبان، البادي يقول لي بادي. ايا إن كان انت هتعمل ايه هيطبع لك الحاجه اللي انت عملت دوست عليها، سواء بوتون سواء سواء تكست سواء هيدنج سواء اي حاجه. فدي معناها انت بتقول الايفنت اللي انا دوست عليه تاني اللي هو اون كليك، التارجت بتاعه هات لي اللي انت دوست عليه، هات لي النود نيم او التاج نيم، اسم الحاجه اللي انت دوست عليها، اسم التاج اللي انت دوست عليه. فده ممكن نستخدمها في ايه؟ نستخدمها في حاجه اسمها جالري. تعمل جالري بالجافا سكريبت، انت تقول مثلا تدوس على الصوره الصغيره فهات التارجت بتاع الصوره الكبيره، التارجت توت سورس. فده ان شاء الله في فيديو هعمله هعمل ازاي جالري بالجافا سكريبت. فانت تقول التارجت توت السورس، يعني بتاع الصوره الكبيره، لما انت تدوس على الصوره الصغيره. فبتستخدم حاجه اسمها التارجت، الايفنت توت تارجت. انت هنا جبت النود نيم، المره الجايه جيب السورس بتاع الصوره الكبيره اللي انا عايز اظهرها لما ادوس على الصوره الصغيره. فده فكره التارجت توت نيم. اتمنى تكون واضحه ويكون الدرس عجبكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.